وحدة حسابك في العين دبابة بلاك وبابك من دول كتاب كي عندي سابة مفرغ في الطابق في عيني طافي يبدأ تستاب كلش باللهفة وحيبات صفا كداب وما يفيد غير الناس يوم يسلف لك دوا يستشفى تخسيل مجرب اني فقاس درويش انا يا ناسي فافي مخصوص حنانا وحدي في الليل وقاسي ناس اللي عايشة في حانا ضرب الكداب فاسي غيب بدني لك وانا صفي النية والقاضي طيحوا صحابي بلا مانا راك بزاف كلاب عدوك في حلمي بالك من زمان قالتها لي امي ضميني امي وضمي بيك ننجح وبيك نشوف صمي خلي نصيب عندي باي انسان روندي في وسط الفاي مش كيف كيف صوتي يختلف وفي قلبك خبي معي تقراي والف قديمة جامي تصراط خاص في الفايدة ما كتبصاط تدوي صغاري تكون العاط عالزوالي بواي شراط بين تخمامي توكسيك تحبوا الفضايح اقسم كدبة يبلعها البيبليك نعرف الكوتي المودلين لعنة الطرف اللي خلاك ضيع راس مال صح بالبارد بيع دوكا عري وضامن نجيع ملحق شدو ودير بيه خليه رقت في العباد كاش تحاسبني واحد ما هو جاي ما يبينا شي ماشي كوتي خوف يما غاطني حير في راسي وحير في قشي عرفت يا دنيا انتي شاطرة قولي لي بزهري غي شاطرة هاك الخمجل اللي سطرة لبسوا الخاتم بكاترة شايف طريقي وطابلو خايف لربي نطابلو شكون اللي شد في حبلو شكون اللي دايما تحسبلو بكلامي ماني شايف قدامي توحشت حبابي فكبر نيام مسخر يعني ترجى المحامي ويمه بدموعها تلاقي القيام قولو هالربي كتجي المصيبة تفكر لبايا ويشد صلاة ملك خوايا والموت قريبة يدفنوك رجال يبكو البنات شميت هانتنا وسمح بيناتنا صفي اللي فاتني ليام تروح هدا كاكاتنا وصحاب خلاتنا مانا من واحد دي برا وجروح نورمال سبقني للعيب بيقا والمال نفيتي مندر ديقا زيقا عادي في ظهرنا ليقا رجال درنا بيناتنا ليقا من سر اتصال القنطة ونكتب دي مكان حالة ايماج اقدم تدرتيني بيزناز لعيون الناس نفت كسر كل كاس وماراني في قفاص لعم الدول تورناج لعم التاني عرسك الامثال تكورة جربع زاد ولد انا اديت العشرة وانتي خليتي العشرة قلب قاسي حجرة رحتي كلش نكرة رحتي كلش نكرة قلب قاسي حجرة سبتك يا قوت ضوايا طايح ملقيتك كمايا انا وناراني في الحكاية قيت الادياني شفاك أتمنى أن يكون هذا الفيديو الكلمات ليريكس فوبيا إيساك درويش أن تكون قد نالت إعجابكم والكلمات صحيحة والفيديو والأغنية أعجبتكم وأشكركم كثيرا على الدعم المتواصل أشكركم كثيرا لهذا أي استفسار أو أي مشكلة واجهتكم في الفيديوهات أو أي أخطاء موجودة في الكلمات لا تنسوا كتابتها في التعليقات في الأسفل وسأرد عليكم إن شاء الله أشكركم كثيرا على الدعم المتواصل لي في هذه القناة وتشجيعكم لي المستمر وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.